انا منا انا منا السلام عليكم. حنا خالتي بايا، مرحبا بك اللي جات اليوم من الجزائر العاصمه الى غايه ولايه وهران اليوم مسانده لسعيد بودور. تفضلي. سعيد بودور فرح صحاب الكوكايين. سعيد بودور دار منشورات في الفيسبوك تطلع على العصابه على هذيك مسجلينه، وحنا نطالب العصابه باش يخرج سعيد بودور، رانا ساكتين والله ما نحب. حتى تونسي نور الدين تونسي كذلك. حتى نور الدين ولادنا كامل كاع المعتقلين لازم يخرجوا. اكيد اكيد. ما كاش مفاوضات. انا نشوفك باللي انت مريضه رغم المرض نتاعك وتنقلتي. وجزاك الله. وراني متواجده اليوم على جنب والله ما راني حاسه. راكم تزيدوا تشعلوا فينا شعله الوطنيه، راهي تزيد تشعل فينا مش تطفى، كل ما تضربونا كل ما نزيدوا نشعلوا. اكيد ما راناش حاسين الحمد لله. وتحيه سعيد. كراك تشوفي الحراك في المستقبل بعد عوده تاعها. الحمد لله. ان شاء الله تكون قويه ويزداد زخما. بلادنا صح وعليين، وحنا قلناها بسلميه ويروحوا باذن الله بسلميه. ان شاء الله. احنا السلميه والابتسامه تاعنا هما يضربوا فينا في نهار. ان شاء الله. شكرا لك. ولادي الاحرار وين ما كانوا في 48 ولايه، ولادي الاحرار اللي في الخارج اللي راهم ساندينا مسانده كبيره من هذا من وهران من امام نحييهم 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 ونقول لهم عليكم والاتحاد. خلونا من هذيك الحفلات الاتحاد قوة ولادي، ولازم نتوحدوا ونزيدوا نتوحدوا مع اكثر باش تروح العصابه. احنا مازال المطالب تاعنا كاع ما خرجوش، 7 و8 مدوا السلطه للشعب خلوا الدراري هما اللي يبنوا البلاد. ان شاء الله. شكرا لك، مرحبا بك. يا حلا يا نتوما يا حلا يا نتوما ما راناش حابسين. يا حلا يا نتوما يا حلا يا نتوما ما راناش حابسين. يا حلا يا نتوما يا حلا يا نتوما ما راناش حابسين. هذه الحراك واجب وطني لازم كاع نخرجوا. عامل تشيليرو هذا الحراك لازم كاع نخرجوا. نحاولوا نزيدوا زحماتي عامل تشيليرو وهذا الحراك واجب وطني لازم كاع نخرجوا. نحاولوا نزيدوا زحماتي عامل تشيليرو. عليها نحيا دليلة شهادة. دليلة ما خرجوناش ليون. كنا العصابة تروح. دليلة كنا العصابة تروح. كنا العصابة تروح. يا حنا يا نتوما توما كنا العصابة تروح. معليش غير نسقسيك. السلام عليكم، معنا الأخت دليلة من ولاية مستغادم التي أتت مساندة ومؤازرة للصحفي سعيد بودور ونور الدين تونسي. شا تقولي لنا بهذه المناسبة؟ قطعتي ربما مسافة لا بأس بها. لا بأس بها. لا بأس بها، معليش. معتبرة. شا معليش شا تقولي لنا يعني واش رأيك؟ خطر الحكم الحالي اللي موجود. حقيقة زعما كنت شاكة نوعا ما، بصح حاليا هذا النوع من المحاكمة تدل أن العصابة مازال ما راحتش كاع كلية، هي مازال موجودة. هذا النوع من المحاكمات ما مشكوك فيها. مشكوك فيها نوعا ما. يعني الجمهور كان واقف اليوم وجات الشرطة وقامت بتفريق المتظاهرين. قامت بتفريقكم. ما قامت بتفريق المتظاهرين. نورمالمون بعد ماذا المهم معليش معليش مشكورة بارك الله فيك. ما نعرفش ديروا المناصب على ولا في الايران
تفضل. المطالب هذه واش هي؟ هاد الناس اللي حاكموا وعرضوا لنا الحراك، هاد الناس اللي عرضوا لنا الحراك وقالوا لنا حراكيين ودخلوهم راه في السجون الى كانوا يتحاسبوا. هذه هي المطالب الزياده اللي فوق الماده 7 والماده تاع اللي طالبها المحارب. فهمتوني واش راني حاب نقول؟ الناس اللي عرضوا لنا الحراك، الحراك كانت قضيه وطنيه، عرضوا لنا ما باعوا كوكايين، ما داروا جرائم، دخلوا من الحبس. هاد الناس اللي كانوا يتحاسبوا. بارك الله فيك. مالا هذا الكوفار، صوالي ما راحوش، الشعب مالا كوشمار، يا هدوم ما يكبوش. مالا هذا الكوفار، صوالي ما راحوش، الشعب مالا كوشمار، يا هدوم ما يكبوش. الحيرة ديما الحيرة، تبولوا ولا مكشوف. وحنا وليدات وهران حالفين ما نحبسوش، وحنا وليدات وهران حالفين ما نحبسوش. مالا هذا الشعب ولا يوم تشمار، مالا هذا دائما. مباشرة من محكمة فلوسن بمدينة وهران، أين يحمل مساندة سعيد بودور ونور الدين تونسي كما قلت. شعب خريش وما يوليش ويا الباندي قولوا التب والماء
يبكيش ويا الباندي الشعب خرج وما يوليش ويا الباندي إنها مدنية ويا الباندي وقال لنا عسكرية ويا الباندي إنها مدنية ويا الباندي وقال لنا عسكرية ويا الباندي باركونا مناورات ويا الباندي نشياتين العمارات ويا الباندي شاكير عطوها مليار ويا الباندي ود الشعب عطوها مسمار ويا الباندي حرية حرية الباندي حرية حرية ويا الباندي حرية حرية ويا الباندي مرحلة فقرية ويا الباندي دفاعات وطنية ويا الباندي قيادة شعبية ويا الباندي جزائر جزائرية ويا الباندي عربية بازلية ويا الباندي ما نبيعوش الصحراء ويا الباندي ما نبيعوش الصحراء ويا الباندي سراقة بالأئمة ويا الباندي سراقة بالزوايا ويا الباندي سراقة بالحكومة ويا الباندي سراقة بالبرلمان ويا الباندي سلمية سلمية ويا الباندي سلمية سلمية ويا الباندي سلمية سلمية ويا الباندي صامد وصامدان ويا الباندي ويتسبوا الرافدان ويا الباندي صامد وصامدان ويا الباندي ويتسبوا الرافدان ويا الباندي صامد وصامدان ويا الباندي ويتسبوا الرافدان ويا الباندي صامد وصامدان ويا الباندي للعسكر الرافدان ويا الباندي تعي تعي شوفنا يا البوليس عبعوها 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 بعد ما قريش لحقوها يا البوليس عبعوها يا البوليس عبعوها بالسلمية باش نحرك من عبودية بوليسية بوليسية وعلى الشغلة بالسلمية باش نحرك من عبودية كلهم دولة مدنية راح تعسل البندية نحن كفينا ومشي شمعنا جيبوا الحرية يا البوليسية مازالكم نية تعسوا على البندية اقلع الكاسرينة وما تجيش معانا جيبوا الحرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية دولة مدنية انا نصور معايا دائما مباشرة من محكمة وهران مدينة وهران ومحاكمة الصحفي سعيد بودور رفقة نور الدين تونسي. سأحاول إجراء حوار مع رئيس الرابطة ونائب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. السلام عليكم، كيف راكم؟ لاباس بخير. معنا قد السيد قدور شويشة رئيس ونائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان. محاكمة سعيد بودون نور الدين تونسي، هل من معلومات حول هذه المحاكمة لحد الآن؟ لا، حد الآن ما فيش معلومات. المعلومات الوحيدة أن المحامين تفهموا كيف يتنقلوا، لأن كان العدد تاعهم تبارك الله عدد لا بأس. شحال من محامي؟ كم من محامي؟ 30 محامي. 30 محامي الله يبارك. دونك باش ما يدوش الوقت اليوم تفهموا كيف يدخلوا، وكل نقابة يعني اختاروا بعضهم بعض باش يدخلوا. هذا شيء يشرف المحامين ونشكرهم. كان فيه منع لزوجة تونسي الدخول في القاعة للقاعة المحاكمة، أظن أنها عن بعد. عن بعد لأن على هذه حولوها لليوم الأربعاء المحاكمة. ربما تدخلوا ايضا المحامين باش يسمحوا لها باش سمحوا لها في نهايه المطاف. قالوا لها من بعد ندخلوا
حنا نتمنوا لان حنا عارفين باللي الملفات فارغين اكيد هي احكام من الشرطه هي اللي صدرت القرارات اكيد تكوين هذه الملفات عارفين باللي فارغين الان قالوا ان شاء الله بالنسبه لنور الدين تونسي راه له تهم ثقيله تلقى الى ماشي اليوم على بالي واه عنده اليوم عنده قضيتين عنده قضية مع الزميل سعيد مضروب وعنده قضية وحدها مع مديرية ميناء وهران دون احتساب القضايا الأخرى والقضية اللي ترقى لمستوى الجنايات تهم ترقى لمستوى الجنايات هذه صعيبة عنده هو شوية مفتوحة عليه أما الزميل تاعنا سعيد اللي هو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن الحقوق هو الملف ذكر المتفرجين أن سعيد بودور هو صحفي وهو المفجر وفاضح مفجر قضية الكوكايين المعروفة صحيح أحد مفجر لكن الدنيا تنسى ليس فقط هنا كنت نقلوا باش نساندوا المعاملين العملاء المهاجرين اللي يجوا قدام حضرهم كنا نتنقلوا انا وياه في الحدود نروحوا البشار نروحوا المغنيه نروحوا تلمسان كنا كنا نروح ندافعوا على زملاء عمال اللي طردوا من اماكن العمل كنا نروحوا هما باغيين يتكلموا عليه غير في قضيه لكن لا خاف منا عليه يكرهوا عليه يكرهوا الرابطه لان كل ما فيه خلق للقانون وحقوق الانسان ونقول بصفه عامه حقوق الانسان ماهيش فقط حقوق الجزائري حقوق الانسان كنا ندخلوا هذه اللي ما عجبتهمش لهذا حاولوا يديروا له ملف مش اكيد النظام والحكومه دائما تشوف ان هذه المنظمات الحقوقيه تقوم بفتحها على الاقل المستوى الداخلي المستوى الداخلي والخارجي المستوى الخارجي لان احنا كنا دينا مسؤوليه تاعنا وكنا نقولوا لهم رسميا حنا ندخلوا على المستوى الداخلي لكن ايضا نستعملوا كل الميكانيزمات الموجوده على المستوى الدولي باش نفتحوا ما يجري داخل البلاد لان من ماشي غير من حقنا من واجبنا اكيد من أكيد. واجبنا لان هذه الميكانيزمات الدوله الجزائريه ضغط عليهم موافقه عليهم ما المفروض انها تلتزم بها واذا ما التزمتش حنا نتكلموا نقولوا ما بغاش تلتزم لان من واجبنا ومن واجبها ومن حقنا احنا نستعملوا هذه الميكانيزمات فلهذا سعيد صحيح انه صحفي ما بغاوش الصحفي الحر اكيد صحفي حر اكيد لكن ما بغاوش ايضا كمناضل في الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان اكيد لهذا حاولوا وراكم تعرفوا باللي الزميل معزه ما امين الضبط نعم اللي هو ايضا عضو في الرابطه نعم ايضا في اوقف عن العمل كما هو معروف ونعم تعرض للمضايقات نفس الاشكاليه احنا الحمد لله تشوف هنا المواطنين والمواطنات راهم عارفين ما معنى الان قلت نقلنا ما معنى مفهوم حقوق الانسان لا ما دافعناش احنا نفوسنا على نفوسنا ما كانش يدافع علينا الحقيقه هي حقوق بسيطه من المفروض بسيطه الى اقصى الحدود واضحه نعم ما كان اللي يطلب نخونوا ولا نطلب حقوق موجوده مخننه اكيد نعم مخننه دونك لازم نفتحها ببساطه ما راهم رافضين حنا ان شاء الله الشعب الجزائري فهم اهميه الدفاع عن حقوق الانسان مع بعض تضامن مع بعض من اجل تطبيق هذه الحقوق ميدانيا اكيد ماشي فقط في الورقه ولا بيانات او الى ما هنالك الحمد لله راكم تشوفوا وجود مواطنين الحمد لله جاء مجموعه من المواطنين من مدينه مشتغالم خاصه وحتى من ولايه وهران مسانده لمتيارت كذلك بشار الله يبارك المحامين كاين اللي جا من تيزي وزو من بجايه كاين اللي جا من الغواط كاين اللي جا من العباس ايوا نذكر ان عندنا اكثر من 30 محامي او قرابه 30 محامي للدفاع عن سعيد بودور ونور الدين تونسي شكرا لك استاذ بارك الله فيك